هذه المسيرة تأتي في واحد السياق اللي هو وطني وإقليمي، يعرف مجموعة من الاحتقانات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. مؤخرا كما عرفتوا أنه هناك مجموعة من الانتفاضات الشعبية على مستوى المغرب، مما يعني ذلك ويؤكد أن الدولة فشلت وأفشلت في جميع سياساتها العمومية على مستوى الدبير، سواء لا الشأن التنموي ولا الشأن الاقتصادي ولا الشأن السياسي. هناك مجموعة من الانتفاضات كما قلت على مستوى الريف وعلى مستوى الجنوب الشرقي وعلى مستوى إميدر. هذه الانتفاضات خرجت من أجل مطالب سياسية ومطالب اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى، ولها ميل مطلبي. وكما نعرف على مستوى الريف، انتفاضة الريف المعاصرة كما يحب أن يسميها الريفيون، هي انتفاضة ابتدأت من يوم طحن الشهيد محسن فكري في أحد شاحنات النفايات بالحسيمة، ليتوسع هذا الاحتجاج السلمي والحضاري، الاحتجاج استطاع أن يصل إلى مستوى الدولي. تحدثت عنه مجموعة من المرابر الإعلامية على مستوى الدولي، وبالتالي الحراك اللي في اليوم يسير في مسارات ربما نقول أنها يخطو خطوة، الريف ينتفض ليخطو خطوة من أجل الكرامة والحرية. ليس هناك أي ادعاءات التي ربما تنشر في مجموعة من المواقع الإلكترونية ومجموعة من الصحافة للأسف التي تتناول القضايا ديال الاحتجاجات في الريف أو في مناطق أخرى بمنطق ضيق ذات أفق سياسوي ربما مدفوع من طرف السلطة. على مستوى الجنوب الشرقي، مؤخرا توفيت فتاة صغيرة إيديا، انتفضت ساكنة أسمار أو الجنوب الشرقي من أجل قول كفى للتمييش، كفى للعزلة، كفى لهذه المقاربة وهذه السياسات التي تكرس مجموعة من الفوارق الاجتماعية على مستوى الوطني. مناطق الهامش للأسف اليوم تعيش فوارق اجتماعية مخيفة جدا. الناس تنتفض ليس هكذا فقط، بل هناك سياسة تهميش حقيقية، لا على مستوى البنية التحتية، لا على مستوى التنموي، لا على مستوى الاقتصادي، لا على مستوى إنعاش مناصب الشغل إلى غير ذلك. اليوم خرجت هذه المسيرة في الرباط من أجل أن تضم صوتها إلى صوت جميع الأحرار في هذا الوطن الذي ينتفضون في كل ربوع المغرب من أجل وطن الكرامة، وطن الحرية، وطن يسع جميع أبنائه وبناته، وطن يبنى بالتضحيات. بالفعل الوطن يبنى بالتضحيات، وبالتالي خرجنا على مستوى تمسنا لنقول لنصل صوتنا إلى المؤسسات ديال الدولة والسلطة العليا بالبلاد.